شهدت منطقة الفجهة التي تبعد أكثر من 150 كيلومتراً جنوب ودن هجوماً من مجموعة مسلحة قوامها 25 سيارة مسلحة. الهجوم وقع في ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين، وكانت البداية بمركز شرطة الفجهة الذي طاله التخريب، كما اختطف بعض من عناصر الأمن كانوا داخله. عضو بالمجلس البلدي جفرة أوضح للنبأ أن مسلحين تابعين لتنظيم الدولة هم من نفذوا الهجوم، وأعدموا 4 من أبناء المنطقة، واختطفوا 8 آخرين. المجموعة التي هاجمت المنطقة أحرقت عدداً من المنازل وبعض المراكز الخدمية. بعد ساعات من هجومها وسيطرتها على الفجهة، انسحبت المجموعة بشكل كامل من المدينة دون أن تتضح حتى الآن المسارات التي سلكتها.